كثير من الأمور. المدرب والذي وكما ذكرت ظهر بالواقعية الكبيرة من خلال هذا الموسم. هنا محاولة تمريرة، كرة خطيرة خطيرة، جول جول جول، هدف أول. أوباكو الكثير هو من يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات، والهدف الشخصي الثاني لهم في هذه البطولة في هذا الموسم. كان قد سجل ذهابا وهنا يعود مرة أخرى ليسجل في مباراة العودة بكرة راسية وبكرة كانت بمثابة الهدية في الكرة الماضية، وبالتالي جاءت الراسية وجاء الهدف الأول لمصلحة برشلونة في هذه اللحظات. نعم، من المدافع بيدرو أورفيلا هو من صنع الكرة الماضية لمهاجم نادي برشلونة. هم دائما يصنعون لأنفسهم، وبالتالي هنا المدافع أراد أن يبعد الكرة في البداية، ولكن لم تكن إلا صناعة لهدف أول سجل في هذه اللحظات عن طريق باكو الكثير.